تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أبرمت اللجنة الأولمبية البحرينية اتفاقية تعاون مع الخدمات الطبية الملكية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتقديم المزيد من الخدمات الطبية للرياضيين. وجرى حفل توقيع الاتفاقية في مكتب سموه في قصر الوادي، حيث وقع الاتفاقية كل من العميد الدكتور الشيخ فهد بن خليفة الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية بالوكالة للمستشفيات التابعة لقوة دفاع البحرين، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. وبهذه المناسبة أعرب العميد الدكتور الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد على توجيهات سموه لإبرام الاتفاقية، معربا عن سعادته بفتح آفاق التعاون بين الخدمات الطبية الملكية والقطاع الرياضي، مؤكدا على حجم الانعكاسات الإيجابية التي ستعود بالنفع على الرياضة البحرينية وعلى المنتخبات الوطنية. من جانبه أكد سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار حرص سمو الشيخ خالد بن حمد على دعم لاعبي المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل الرعاية الطبية، مؤكدا أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بالخدمات التي يقدمها المركز الوطني للطب الرياضي، وذلك باعتبار الطب الرياضي أحد الركائز الأساسية لتطوير الحركة الرياضية.